النهاردة هنكمل مع بعض موضوع ممكن يكون تقيل شوية أو صعب شوية، لكن في الحقيقة هو من الموضوع المهم جدا، الموضوعات المهمة اللي حضرتك لازم تبقى إلى حد ما ملم بيها أو ملم ببعض أجزاء. احنا خلال المحاضرات اللي فاتت كنا بنتكلم على السنجل فيز ترانسفورمر، وكان التعامل مع السنجل فيز يعني برغم صعوبة القوانين او المسائل الا ان هو يعتبر اسهل بكتير من الموضوع بتاع النهاردة. الموضوع بتاع النهاردة بنتكلم في ثلاثة فيز ترانسفورمر، والثلاثة فيز ترانسفورمر ده حضرات موضوع كبير، لكن احنا خلال المحاضره دي والمحاضرتين اللي فاضلين في الترم بتاعنا هنحاول ندي لحضرتك بعض البيزكس الاساسيه اللي المفروض لو حضرتك بصيت على اي ترانسفورمر 3 فيز يعني من المعلومات دي تقدر تطلع بعض الايه المعلومات المفيده لحضرتك في حاجه زي كده. طبعا زي ما حضرتك بتشوف المحولات اللي انت بتشوفها زي دي كده سواء بالشكل الكبير او بالشكل الصغير انت شايفه ده، يا ترى هو في فرق بين دول وبين ده ولا لا؟ من المعلومه الموجوده قدام حضرتك دي هتلاقي ثلاثة فيز ترانسفورمر موجوده في كل الصناعات اللي انت بتقابلها على المستوى الصناعات الكبيره او الصغيره او حتى مصانع اللي انت بتشوفها على مستوى المدن او القرى الى ان تصل الى المحولات اللي حضرتك بتشوفها عشان تغذي حضرتك القريه او المدينه بتاع حضرتك. وبالتالي الثلاثة فيز ترانسفورمر زي ما الكلمتين اللي موجودين قدام حضرتك دول بيقولوا بيستخدم في الصناعه لعمليه ستيب اب او ستيب داون للفولتج الموجود مع حضرتك او الكرنت عشان اوصل الى الثلاثة فيز باور ترانسفورمر الموجود عندي في محطات التوليد وصولا الى محطات التوزيع. عشان كده عندنا اوبجكتيف من الشابتر بتاعنا ده رقم 3 حاجات كتير قوي. احنا النهارده تقريبا هنتناول في المحاضره بتاعتنا خمس نقط منها. هنتكلم ايه هو الفيتشرز بتاع الثلاثه فيز ترانسفورمر كونستراكشن او تركيب، هنتكلم ايه هي مميزات الثلاثه فيز عن السنجل فيز ويا ترى ده احسن ولا ده احسن. هنتكلم بعد كده ازاي نحدد البرايمري والسكندري وايندنج، ده انت ممكن تمسك محول كده ما تلاقيش عليه اي معلومات تقول لك ده البرايمري ولا ده السكندري، وبالتالي منه من خلال الكلام ده هنشتغل على موضوع مهم قوي نقطه رقم 4 اعتقد اهي البولاريتي بتاع الوصلات بتاع حضرتك او الوايندنج بتاعك الملفات بتاعتك قطبيتها ايه وهل القطبيه دي هتفرق معايا ولا لا، وازاي نتشيك على البولاريتي الموجوده مع حضرتك اللي احنا هنوصل لها يا ترى موجبه يا ترى سالبه يا ترى ده بيجمع يا ترى ده بيطرح، كل الكلام ده احنا هنتكلم فيه النهارده بالاضافه لبعض الاوبجكتيف اللي احنا هنتكلم خلال المحاضرتين الجايين عليه. استحمل النهارده شويه، لكن محتاج من حضرتك تبقى عندك قناعه ان بعض المعلومات اللي احنا بنقولها النهارده قد تكون مفيده لحضرتك حتى لو هنوصل للحته بتاع البولاريتي بس، يعني مش عايزك تعرف الا البولاريتي بس النهارده يبقى ده كويس بالنسبه لي. لكن تعالى نتكلم في قصة الثلاثة فيز من مرحلة التوليد ثم مرحلة النقل ثم مرحلة التوزيع عند محطات التوزيع بتاعتنا اللي احنا اتكلمنا فيها قبل كده، وقلنا لأسباب اقتصادية كتير احنا بنشتغل بالثلاثة فيز ترانسفورمر وهعرف حضرتك ليه أسباب اقتصادية دلوقتي. وبالتالي احنا كنا اتكلمنا في النقطة دي، قلنا في مرحلة التوليد كنا بنولد عند 11 كيلو فولت بنصل الى ساعات 33 كيلو فولت عشان عمليه اللوسز اللي بتحصل في عمليه النقل كنا بنرفع الجهد ده وبالتالي محتاجين عمليات رفع الجهد من ال 33 او 11 الى 750 كيلو فولت 132 66 على حسب ما ايه ما يكون محط التوليد بتولد وعلى حسب المسافه وبتختلف من دوله الى اخرى وبالتالي محتاجين ستيب اب ترانسفورمر. هاجي بعد ما اوصل للمكان اللي انا عايزه
هرجع اعمل ديكريزنج تاني وبالتالي محتاج ستيب داون عشان اروح لمرحله الاستقبال بتاع الباور بتاعتي هنزلها. وفي الاخر البلد بقى اللي انت هتبدلها او القريه او المدينه هتنزل الى 400 فولت او 220 فولت اللي احنا بنتكلم عليهم على حسب انت شغال 3 فيز ولا سنجل فيز ايه الموجود عندك. طبعا حضرتك عرفت قبل كده ان طالما بتكلم على 220 فولت يبقى بتكلم على سنجل فيز موجب مسافه، صح؟ بتكلم على 380 فولت يبقى بتكلم على لاين ونيوترال، ها؟ يبقى في عندي ال L وال N الموجود معاها L1 وال2 وال ايه؟ 3 عشان اجيب الثلاثه فيز الموجود عندي اللي انت خدتهم قبل كده في الكهربيه بالشغله دي، صح؟ L1 وال2 وال3 والنيوترال ما بين. هي الفكره بتاعتنا في الثلاثه فيز قايمه على القصه دي، ان عندي ثلاث فيزات بينهم زاويه 120 درجه، بينهم نقطة متعادلة أو نقطة نيوترال موجودة عندي اللي في النص الموجودة معانا. طيب أنا عارف إن في قصور في القصة دي شوية في الإي سي، لكن خلينا نتكلم من وجهة نظر عامة عشان ما ندخلش في تفاصيل كتير وأوجع دماغك كتير. لكن هناخد اصطلاح كده، لما نكتب 1 فاي يبقى أنا بتكلم على سنجل فيز. لما أكتب لك 1 فاي كده أهو يبقى 1 فيز أو سنجل فيز. يبقى أكتب لك 3 يبقى إيه؟ ثلاثة بس عشان بس ما احنا بنكتب على الايه؟ على السلايدز دلوقتي. عايز تقول لنا ايه يا عم؟ عايز نقول هو الفرق بين الثلاثة فيز ترانسفورمر ايه؟ وان فيز بس عاملهم ثلاثة. يعني ايه يعني؟ يعني عشان تعمل ثلاثة فيز ترانسفورمر قال لك عندي حل من دي، يا صنع من البداية حاجة اسمها ثلاثة فيز ترانسفورمر، يا إما تجيب ثلاثة سنجل فيز تمام؟ احطهم مع بعض. ركز بقى لان الكلام ده موجود والكلام ده موجود. يبقى 1 سنجل فيز اجيب منه ثلاث نسخ احطهم الثلاثة مع بعض اوصلهم بشكل معين يبقى حصلت على ما هو باسم ايه؟ الثلاثة فيز. الكلام ده ابليكابل موجود والكلام ده برضه موجود. يا اما ده يا اما اجيب واحد على بعض اسمه ثلاثة فيز على بعض. مبدئيا كده هو ده ايه الفرق بينه وبين الثلاثة فيز؟ عشان كده السلايد بتاعنا او الموضوع بتاعنا بيتكلم على ثلاثة فيز ترانسفورمر فيرسس بانك اوف 3 فيز سنجل فيز ترانسفورمر. يعني ايه؟ جاب ثلاثة 1 فيز حطهم مع بعض عمل ايه؟ بانك، او جمعهم مع بعض بقى سماهم 3 سنجل فيز ترانسفورمر. عشان كده قال لك الفولت ليفل في الثلاثة فيز يمكن الحصول عليه في احد طريقتين. الطريقة الأولى بانك اوف 3 سنجل فيز يبقى اجيب ثلاثة هجمعهم مع بعض بقى عملت ثلاثة فيز. أو النوع الثاني اجيب مرة ايه؟ واحدة ثلاثة فيز ترانسفورمر صنعها مرة واحدة. والنقطة دي هتاخدنا لما هي المميزات بتاع ده وما هي مميزات ده. لما اجي اصنع ثلاثة سنجل فيز مش كل واحد فيه برايمر وفيه سكندري، يبقى ده هجيب له ملفات نحاس واجيب له قلب حديد، فاجيب عندي ثلاثه قلب حديدي بثلاث ملفات ابتدائيه بثلاث ملفات ثانويه. يبقى انا عندي ايه؟ عندي في الحاله دي كبر كنحاس وعندي اير، مش كده؟ من كل واحده ثلاثه، يبقى انا استهلكت نحاس وحديد قد ايه؟ اكتر، مش كده؟ طب ما انا ممكن اعمل نفس الكلام ده بس اسميه ايه؟ هسيب الثلاثة فيز. عشان كده قال لك ايه؟ ان استهلاك النحاس والحديد في حالة الثلاثة سنجل فيز اكتر، مش كده؟ وبالتالي اصبح تكلفة اعلى. كده علم عيوب. يبقى انا اصنع واحد طبعا واحد، مش كده؟ طيب لما اجيب الثلاثة دول مع بعض عشان اوصلهم مع بعض مش في مشكلة في التوصيل. وفي الحماد بقى لو هلحم والقصة دي كلها ممكن تعمل مشاكل وتعمل لصوص وتعمل ايه؟ يبقى بالاضافة للتكلفة كنحاس وحديد التوصيل صعب، ممكن يبقى صعب، مش كده؟ لما اجي اجمعهم مع بعض مش لازم اعمل لهم باكج كبيره. شفت الصوره اللي احنا كنا رسمينها من شويه او كانت مكتوبه من شويه دي؟ ده شايف دول؟ دول ثلاث حتت مع بعض كده كاني جمعتهم مع بعض وربطتهم مع بعض. لما اشيل ده ولا اشيل ده مره واحده؟ ايهما اسهل في النقل؟ ها؟ اللي على الشمال الصغير اللي لوحده ده، صح؟
يبقى انا جبت واحد 3 فيز مره واحده هو باكج واحد، لكن التانيين دول 3 سنجل فيز فمحتاجين ايه عربيه ترن عشان تشيل، وبالتالي اصبح النقل ايه في مشكله برضه. عشان كده اقول لك ايه، ان في حاله السنجل فيز احنا بنتكلم دلوقتي على ادفانتج وديس ادفانتج، ايه مميزات ده وعيوبه. يبقى جنرالي عامه الثلاثه فيس ترانسفورمر از بريفيرد اوفر بانك اوف 3 سنجل فيس ترانسفورمر. ليه يا عم؟ للاسباب الاتيه. رقم واحد، سمولر كوانتيتي اوف ايرون اند كوبر. احنا قلنا ايه؟ عمنا ده هيستهلك كميه حديد ونحاس اقل، عشان ايه؟ هو حجمه اقل. الحاجه الثانيه قال لك التكلفه، التكلفه تقريبا بتبقى اقل بنسبه 15% من الثلاثه سنجل فيس. يبقى انا اروح بقى للثلاثه فيس خلاص ورايح دماغي، مش كده؟ خلي بالك كل الكلام ده نظري، احنا محتاجين نوفقه في الاخر ايه حته البولاريتي اللي احنا بنتكلم عليها، فاستحملني شويه معلش. ايه تاني يا عم؟ قال لك بعد ما كان سمولر كوانتيتي اوف كفر اند اير والتكلفه اقل او الكوست اقل في حاله الثلاثه فيس، هيكون عندنا ايه تاني؟ قال لك سمولر سايز. زي ما انت شفت الثلاثه مع بعض كانوا واخدين حته مساحه كبيره كده، الثاني ده هياخد حته ايه؟ صغيره، سمولر سايز. وطالما سمولر سايز، ركز بقى، لو حضرتك فاكر في اول صوره كنا حاطينها في السنجل فيس كنت قلت لك المحولات دي بتتبرد مش كده؟ عشان الحراره اللي بتطلع منها بتتضرب بايه؟ مش بالهواء، قال لك في زيت، في قريب كده ايه الزيت الموجود عندي. لما اجيب حاجه قد المدرج ده ابردها بكميه زيت قد ايه؟ ولما اجيب حاجه قد البنش اللي قدامي ده ابردها بكميه زيت قد ايه؟ كل ما الحاجه كبرت كل ما احتاجت ايه؟ تبريد اكتر. عشان يكون يقول لك ايه؟ السمولر سايز ده في الثلاثه فيز، لكن في السنجل فيز حاجه كبيره. فعشان كده التانك بتاع التبريد الاويل تانك يبقى فيه تانك للزيت بس مخصوص كده. زيت التانك بتاع الزيت ده في حاله الثلاثه فيز هيبقى ايه؟ حاجه صغيره على قد الايه؟ على قد الحجم بتاعه، وبالتالي نفس الكوانتيتي بتاع الزيت الموجوده مع حضرتك هتبقى ايه؟ هتبقى اقل في حاله الثلاثه فيز. ايه ده؟ لما صغرت الحجم خد سبيس اقل مش كده؟ فاعرف احطه في المصنع عندي في اي حته مش كده؟ لكن الثلاثه فيس ده محتاج ايه؟ وفر لي مكان قد المدرج ده عشان احط لك الثلاثه فيس فيه. ثلاثه سنجل فيس. عشان كده اقول لك ايه؟ طالما هو صغير في الحجم فهيكوباي سبيس وبالتالي وزنه اقل فسهل النقل الموجود عنده. الكلمه دي محتاج تتوقف عندها شويه ومحتاج تفكر حضرتك تروح تبص عليها، انا هوضح لك فكرة عام عن، لكن محتاج حضرتك تقرا على جوجل او ويكيبيديا او غيره معلومات شويه اكتر. في حاجه اسمها بوشنج او الكتريكال بوشنج. الكتريكال بوشنج بيقول لك في الثلاثه فيز عددهم اقل. ايه البوشنج دي بقى؟ بيقول لك الجلب، الجلب الكهربيه شكلها عامل ازاي عشان ما تنساهاش. بص كده، عشان كده بقول لك الحاجات تكنيكال اكتر ما هي نظري وهندحن فيها. زي ما انت عارف الحته اللي فوق المحول اللي فوق ده اللي بربطه فيها الاسلاك، حته السيراميك دي هي مش سيراميك، بورسلين، بورسلين صلب. مش عارف الناس شايفاها ولا لا، خليني معلش ارجع كده واكبر لك الصوره بتاعتها شويه. انا عايز اكبر دوا بس. ايه بقى موضوع الجلب ده؟ موضوع الجلب بنتكلم عليه حضرات اهو. فين الجلب اللي هنا؟ الشاب بتاع فوق ده الروس اللي فوق دي بيسموها الجلب الكهربائي او البوشنج، الكتريكال بوشنج. دي بتعمل ايه؟ احنا بنسميها عندنا في الفنيين يقول لك العوازل، صح؟ عامل زي العازل بتاع الشده بتاع الكهرباء بتاع حضرتك.
ايه العوازل اللي فوق دي لازمتها ايه؟ طبعا انت بتتكلم في 380 فولت على الاقل هنا او 400 فولت تحت طالعين من الراجل ده صح؟ عشان تطلعهم على الحته دي تربط على الاسلاك ممكن الراجل يمسك السلك يموت مش كده؟ وبالتالي انا لازم اعمل ايه؟ اعمل عمليه عزل عشان التيارات الموجوده معايا والتيار العالي اللي طالع من هنا فبعمل عزل بضمن بيها اعزل الاطراف اللي فوق اللي هي الحديد ده او النحاس او غيره او الالومنيوم عن جسم المحول نفسه وبالتالي ايه؟ اعرف اربط السلك بتاعي وانا مطمن حتى لو لمستها ما تكهربش زي ما بقول ممكن في ناس بتتاثر باقل مقاومه عندي وبالتالي باقل تيار يقدر يتاثر عشان كده يقول لك ايه؟ بيسموها الجلب الكهربائي او الكتريكال بوشنج هاي عشان الناس مش شايفاها البوشنج ده حضرات انت لو في سنجل فيز محتاج ثلاثه مش كده؟ او على الاقل اثنين ده في سنجل فيز صح؟ عمنا ده انت محتاج كم واحد؟ ثلاثة بس يبقى بدل ما جبت ستة جبت كام؟ وانت بتتكلم في بورسلين صلب يعني بتتكلم في تكلفة عالية عشان تعمل الثلاث عوازل اللي انت شايفهم فوق دول اللي انت متصور ان هم عازلين زي ب 10 جنيه اللي انت بتشتريه عشان الشدة بتاع الكهرباء بتاع حضرتك لا ده الموضوع تصنيع وتكلفة مختلفة ليه يا عم؟ لأن يقول لك في جلبة ناشفة وجلبة بزيت لما تفتح او تتعامل مع المحولات الكبيرة دي في محطات الباور الكبيرة هتلاقي في جلب ناشفه يعني ايه من جوه كده ما فيهاش حاجه من بره طب انا لو عايز ابردها بحط انبوبه جوه كده زي الرسمه اللي انت شفتها ما اعرفش انت ظاهره مع حضرتك هنا ولا لا خلينا اروح تاني اللي هي الجلبه دي الصفره دي اللي هي ده شايف الرسمه دي؟ دي ساعات بتبقى ناشفه فاضيه هي جلب جلبه بس مجرد تصنيع من بره وهو خلاص مش شاغل دماغه بالتبريد. لكن في جلب ثانيه يقول لك جلب بزيت او مملوءه زيت تبقى الحته البيضاء اللي في نصه دي تبقى مليانه زيت عشان ايه؟ عمليه الايه؟ التبريد وجايبه الزيت ده من التانك اللي احنا قلنا عليه من شويه. طيب عشان نوضح القصه اللي احنا بنتكلم فيها دي نعمل ايه؟ قال لك البوشنج دي في حاله الثلاثه فيز اقل من السنجل فيز اللي احنا بنتكلم عليه. طيب من هنا عايز اوضح لحضرتك ان عدد اقل من البطانات او الجلب اللي احنا بنتكلم عليها الجلب الكهربائيه اللي هي هتلاحظ ان البيتر بيرفورمانس بيبقى في الثلاثه فيز كتكلفه كعمل كشغل وبالتالي الريجوليشن اللي انت بتحصل عليه منه او تنظيم الجهد الموجود مع حضرتك بيبقى افضل في الثلاثه فيز عن ثلاثه سنجل فيز ترانسفورمر. لكن على العكس الديس ادفانتج الموجوده مع حضرتك اللي بنتكلم عليها ده كل ده اتجمع في حته واحده في باكج واحده صح؟ فعشان تصينه ممكن يبقى ايه؟ يبقى صعب. لكن ما زالت ان الصيانه الموجوده مع حضرتك والتكلفه اللي هكلفها في عمليه الصيانه لا تضاهي المميزات اللي بتكلم عليها كوزن ومكان وسبيس وبوشنج موجوده معايا الاضافه الموجوده مع حضرتك هي المشكله بس في ايه في عمليه النقل ان انا ممكن ببعض الاحيان انقل ممكن يبقى ده وزن اثقل من الثلاثه الموجودين معايا لكن شوف بقى السؤال الثاني بيقول ايه برغم المميزات اللي احنا او سوري لسه الباص اللي احنا بنتكلم عليها الا ان المميزات اللي هو كوست ولور ويت ولور سبيس ريكويرمنت بتضاهي الديس ادفانتج دي او بتتغلب عليها عشان كده يقول لك ايه؟ ان الثلاثه فيز تستخدم دائما في محطات الباور اللي عامله ستيب اب او ستيب ايه؟ اب ستيب داون. طيب من هنا بعد ما شفنا المميزات بتاع الثلاثه فيز عايزين نشوف الكونستراكشن. يا ترى الكونستراكشن بتاع الثلاثه فيز ده شكله عامل ازاي؟ كنا بنتكلم على نوعين اساسيين في الثلاثه في السنجل في صح فاكرهم حاجه اسمها كور بايب وحاجه اسمها الشيب ايه طيب صح لما كنا بنرسم القلب الحديدي بالشكل ده بقول لك احنا هنحط الملفات ايه بالشكل الموجود معانا ده بالشكل طيب تعالى فكر حضرتك يبقى عندي نوعين اساسيين اما الكور تايب او الشيل تايب الموجود عندنا.
ايه بقى قصه الكور تايب والشيل تايب الموجود معانا ده؟ الكور تايب بيبقى بالشكل ده كده، بس احنا كنا قبل كده شغالين سنجل فيه صح، فكان عندنا تو لينج بس. فاكرين اللي فوق ده كنا بنسميه ايه؟ اليوك بتاعي صح، او الراس اللي بركبها فوق، اللي كانت ممكن تبقى حرف ال ال يا اما ال كده او ال كده مش كده، او حرف الاي في حاله ال نحط الايه الجزء اللي فوق في حاله الايه الكور تايب. طيب في حاله الثلاثه فيس قال لك انا هجيب ثلاثه اللي موجودين معاه واحط الايه اليوك اللي موجود على حضرتك. ركز بقى معايا زي ما قلت لحضرتك، انا مش محتاج من حد تفاصيل كتير، لكن محتاج من حد لما تبص على شكل زي ده تعرف التفاصيل بتاعته رسمته عامله ازاي. هو بيتكلم في وصلات لو فولتج، فاكرين ايه اللي دي لو فولتج وفي هاي فولتج صح، على حسب هو ستيب اب ولا ستيب داون. وبالتالي قال لك ايه، طالما في ملفات نحاس هتحط قلب حديدي يبقى لازم في عوازل مش كده، في عزل ما بينهم، الشمع اللي انت بتشوفه على ملفات الايه الترانسفورمر بتاع حضرتك. تبص تلاقي الملفات هي نحاس، بس تلاقي الملفات دي حواليها حاجه زي الشمع كده او الورنيش، بلاش الشمع، الورنيش اللي هو بيلمع ابيض شفاف ده، ده عباره عن انسوليشن او عوازل ما بين القلب الحديدي وما بين الملفات الابتدائيه، ثم احط عازل تاني عشان احط عليها ملفات الايه السنوات الموجوده عندك. لان قلت لحضرتك في مره قبل كده ان انا مش شرط ان يبقى ملفات الابتدائيه بجنب وملفات السنوات جنب. قلت لحضرتك ممكن اعمل ايه؟ ها؟ ممكن اخد نص الملفات هنا ونص الملفات ايه؟ هنا. السنوات برضه نفس الكلام، فوقه ايه؟ وتحت. طب اعزل ما بينهم ازاي يا عم؟ احط حته ورق، يا اما قال لك في ورق كده عوازل، او احط ايه؟ لذلك في بعض المحاولات الصغيره حتى اللي بتمسكها تكسرها كده وتفتحها، تلاقي فيها عامل حاجه زي الورق زي بتاع الكرتون كده، بس ورق خفيف. او الشمع اللي بقول لحضرتك او اللي هو الورنيش اللي بنتكلم عليه. فشكل الثلاثه فيس ثلاثه لب متساويين في مساحه المقطع الموجود عندي عشان يبقى الفيض في الثلاثه زي بعضه، لان الفيض ايه بيف ايه مش كده، وبالتالي مساحه المقطع لازم تبقى متساويه. فقال لك انا هاخد الثلاثه دول زي بعض بالظبط، ثلاثه لب كروس سكشن ايريا متساوي مربوطين من فوق ومن تحت باليوك اللي موجود عندنا، اثنين يوك هوريزونتال يوك، واحده من فوق واحده من تحت. يبقى انا ممكن اجيب الثلاثه لمب بس لوحدهم كده اهو، واجيب عليهم اليوك اللي فوق عشان اربط اعمل ايه الثلاثه لمب. الملفات الموجوده مع حضرتك تقدر تحطها على الايه، هما ثلاثه فيس صح، يبقى ده فيس وده فيس وده فيس، زي ما احنا هنتكلم المره اللي جايه ان شاء الله في حته القوانين والاشكال التوسط النظري. لكن مبدئيا لازم تعرف ان في حاجه اسمها لو فولتج وايندنج، الملفات بتاع الجهد المنخفض، ملفات الجهد العالي، وما بين الملفات دي سواء جهد عالي او جهد منخفض ناتج عوازل او انسليشن موجود معايا الموجود عندي. في حاجه تكنيكال كده يقول لك بص يا عم، انت جيت دلوقتي حطيت الملف اللي هو الفيز الاولاني اهو، اشمعنى حطيت اللو فولتج وايندنج جوه؟ يعني ايه؟ الرجل بتاعتك اهي صح؟ المفروض دلوقتي هاجي الملفات الابتدائيه الفها حوالين الرجل دي، احط الماده العازله، اول حاجه احط ماده عازله الاول زي المشمع على القلم ده، احط الملفات، اجيب ماده عازله حوالين ايدي، اجيب الملفات الثالثه اللي هي بتاع الهاي فولتج ايه؟ احطها مش كده؟ هو ينفع احط الهاي فولتج جوه؟ ها؟ ينفع؟ ينفع. قال لك ينفع. بس دلوقتي عايز نعمل ايه يا عم؟ الرجل بتاع حضرتك ايه؟ ده حديد مش كده؟ لما نيتت ليه؟ عشان اقلل ايد الكرم، عشان اقلل السخونه الموجوده معايا. هجيب الملفات اللي فوق دي، الملفات دي ايه؟ اللو فولتج. ممكن تعملها هاي فولتج؟ اه. بس قال لك ايه؟ قال لك انت كده كده عندك اصلا بتحاول تحمي او تعمل عزل ما بين القلب الحديدي وما بين اللفات الموجوده معايا مش كده؟ طيب دي هاي فولتج، وطالما هاي فولتج يبقى في فريكوانسي وفي فيض وفي، ده قصه كبيره صح؟ لما دلوقتي احط الهاي فولتج جنب القلب الحديدي، انت حاطط النار جنب البنزين مش كده؟ صح ولا ايه؟ يبقى محتاج عشان تعزل الهاي فولتج عن القلب الحديدي محتاج العزل بتاعك يبقى ايه؟ متين شويه صح؟ عشان ما يسيحش ودينا تبوظ. عشان كده قال لك ايه؟ بيفضل ان اللو فولتج تبقى هي اللي جنب الايه؟
القلب الحديدي لان عزلها هيبقى ابسط وبالتالي تكلفتها في التصنيع تبقى ايه ارخص. مركز معايا الكلمتين دول مهمين حتى ليك انت عشان كده وانا هكتبهم لك دلوقتي بعد شويه. عشان كده اقول لك ايه ان انا هختار الثلاثه ليك دول متساويين مساحه المقطع عشان يبقى الفيض كله متساوي زي ما احنا قلنا عشان المساحه الموجوده عندي بياخد الشكل الموجود عندي بقى الشكل مربع او شكل مستطيل ياخد الشكل الاسطواني قال لك ده بيبقى احسن فيه تسبب الفيض الموجود عند حضرتك وبالتالي لما تجيب مساحه مقطع او تاخد منظور ثاني من المحول هتلاقي فوق كانه ايه كانه شغل اسطوانات مش كده. حتى المحول اللي احنا كنا اسمه في الاول ايه كان عامل ايه عامل زي الاسطوانه كده مطور كده. وبالتالي هنا في الثلاثه فيس ترانسفورمر اللي احنا بنتكلم عليهم زي ما قلت لحضرتك ككور طيب بياخد شكل سلندريكال كان بقى كده ايه موجود معايا ها اللي فولتج ايه بتبقى اقرب من الكور القلب الحديد نفسه قلنا ده عشان عزلها اسهل لكن الهاي فولتج بتبقى ايه بتبقى بره ملفوف حوالين الكلام ده. خلي بالك بقى الانسوليشن العزل ما بين اللو فولتج والهاي فولتج وما بين الهاي فولتج اللو فولتج والقلب الحديدي زي ما قلت لحضرتك لازم يبقى فيه قلب حديدي ثم عازل ثم الملفات الدرائيه الموجوده عندنا واللي فيه ثم عازل ثم الهاي فولتج او الاتش بي الموجوده عندنا. بص بقى الحته اللي بنتكلم عليها بقول لك ايه لو ال في اتحط قريب من الكور العزل بتاعها بيبقى ايه؟ بيبقى اقل لان الجهد فيها قليل وبالتالي ايه الفيض فيها قليل فعزلها هيبقى ايه؟ ابسط فمش محتاج عزل كتير مش هتسخن بمعنى اصح ويمر فيها تيار ايه؟ فعل. لكن في حاله الهاي فولتج لو حطيتها قريب من الكور ده يحتاج ايه؟ يحتاج كوست في العزل الموجود معانا. عشان كده بفكر حضرتك كده اهو شكل السنجل فيز كور طيب كان شكله عامل ازاي؟ اهو اثنين ليج بس ملفوف اللفات شمال ويمين ممكن تبقى الابتدائي على جنب والثانوي على جنب او نص ونص نص فوق ابتدائي ونص تحت سكندري. في حاله الثلاثه فيز يبقى عندي ثلاثه ليج متساويين مساحه المقطع يلف عليهم الملفات بتاع حضرتك او الثلاثه فيز اللي احنا هنتكلم في تفاصيلها المره الجايه. طيب حته بقى الثلاثه فيز دي هنتعامل ازاي؟ انا قلت لك رسمت الحركه ايه؟ لاين 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 ونقطه نيوترا. عايزين نعمل نفس الشكل كده بس الملفات بتاعتنا. قال لك هوصلها ازاي؟ قال لك طب ما انا ممكن اجيب ايه؟ ثلاثه قلب حديدي اللي هو المستطيل بتاعنا اللي هو سنجل فيس ده واحطهم جنب بعض بس اعمل زاويه بينهم كام؟ 120 درجه. ايه؟ صح؟ لما اجمع الثلاثه دول مع بعض مش هيعملوا لي ليج في النص او واحده مشتركه ما بينهم اللي هي فين يا عم؟ اللي هي الحته اللي في النص دي كده. واجي على اللفات من بره او على الارجل الثانيه من بره الف اللفات بتوع اللي هم الثلاثه ايه؟ ثلاثه فيز موجود عندي ابقى فيز اي فيز بي فيز سي والف. عشان كده الثلاثه بالشكل الموجود ده من حضرتك ده هنوصلهم بمين؟ يا ترى هنوصلهم بالكهرباء بتاعتنا بسنجل فيز ولا الثلاثه فيز؟ اللي واحد اللي اثنين اللي ثلاثه صح؟ تاخد بقى ده ينزل مع ده ينزل مع ده يتوصل بالملفات بتاعتك. شكله عامل ازاي يا عمنا؟ برضه هنتكلم في تفاصيل الكلام ده المره الجايه. بص كده الثلاثه فيز بتوعهم هياخد ايه؟ وصله اهي هتخش على الفيز الاولاني الفيز الثاني هيتوصل مع الفيز الثاني تمام؟ ياخد هنا مع الثالث ياخد ايه؟ وصل الوصلات الموجوده معانا بالشكل ده. لنا قصه وحكايه المره الجايه واللي بعديها في طريقه التوصيل وحسابات الجهد والتيار في القصه دي. المهم ان حضرتك تبقى عارف ان في زاويه 120 درجه ما بينهم عشان نوصل للثلاثه فيز موجوده عندنا. السنتر ليج تقريبا بيبقى المحصله عندها صفر. ليه؟ عشان تبقى نيوتر. سواء طيار او ايه؟ او فيض موجود عندي وبالتالي ثلاثه تيارات موجوده عندي ثلاثه فيز كارنت موجوده عندنا بيحصل فيه بالانس هنشوف الكلام ده المره اللي جايه. طيب من هنا الشيل طيب بعد ما شفنا الكور تايب تعال نشوف الشيل تايب الموجود عندنا. احنا قلنا الشيل تايب الفرق بينه وبين الكور تايب ايه؟ ان بدل ما الملفات ظاهره لبره انا هحاول اخلي الايه؟ القلب الحديدي يحيط بهذه الملفات الموجوده عندي عشان يعمل ايه؟ تكثيف لخطوط الفيض الموجوده عندنا او تركيز لخطوط الفيض. عشان كده شكلها اهو هو عمل حاجه بدل ما كان ثلاثه ليج بس جاب اربعه مش كده؟ وقام ايه؟ عايز يحوط الكلام ده او اللفات اللي وايدنج بتاع حضرتك بالقلب الحديدي فاهم ايه؟ حاطط لفات واكنه لفها من بره بالقلب الايه؟ الحديدي زي ما احنا اتكلمنا قبل كده مع بعض. الشكل بتاعها عامل ازاي يا عم؟ ممكن يبقى الشكل المستطيل الموجود عند حضرتك
واتكلمنا في نقطه هنا قلت لك مساحه المقطع بتاع الحته اللي في النص دي بتبقى ايه ضعف او اكبر من الحاجات اللي بره. ليه؟ انا عايز اكثف الفيض في المنطقه اللي في النص دي. عشان كده لو حضرتك لاحظت حتى على الرسمه ان عرض الحته اللي بره دي، الرجل اللي بره دي والرجل الشمال دي وفوق وتحت في النص، هتلاقيها مختلفه عن الرجل اللي هو ملفوف عليها اللفات الموجوده عند حضرتك. تاني بمعنى ايه؟ الحته اللي في النص دي اللي فوق دي والحته اللي تحت دي عرضها كسوق تقريبا نص الحته اللي ايه؟ اللي في النص اللي ملفوف عليها اللفات الموجوده. عندي برضه ثلاثه فيز موجود عندي كبرايمر وسكندر نص ونص او لفات ابتدائيه ولفات ثانويه، هنشوف الصفه دي بعدين. ملفوف اهو الاي والبي والسي الموجود عندي. بتكلم تاني على مساحه المقطع هنا تقريبا ضعف المساحه الموجوده عند حضرتك. هنا الكور كونستراكشن، هنا الوايندنج هي اللي جوه الكور. الاريا بتاع السنترال لين تقريبا ضعف الاريا بتاع السايد لين فوق وتحت الموجوده عندي سواء هورزونتال او فيرتيكال. اللو فولت والهاي فولتج موجوده في 3 فيز على السنترال لين الموجوده عندي. مساحه مقطعها مضاعفه لمساحه مقطع الارجل الخارجيه الموجوده عندنا. ده شكل التوصيل الموجود عندي في حاله الكور تايب وشكل التوصيل في حاله الايه؟ الشيل تايب. عشان اقارن ما بين الاثنين مع بعض، ده كان اللي احنا شفناه من شويه في الكور تايب، ده شكل سنجل كيس في الكور تايب. قلت لك ايه؟ الملفات جوه والقلب الحديدي بره. في حاله الثلاثه فيز برضه نفس الكلام، الملفات جوه والقلب الحديدي بره. اهم حاجه بقى، كل الكلام ده نظري، محتاج من حضرتك تسمع مني الكلمتين دول مهمين قوي. ازاي احدد البرايمري والسكندري لو انت مش عارف؟ يعني حضرتك فوجئت بتتعامل مع ترانسفورمر وما انتش عارف تحدد انهي برايمري وانهي سكندري. يا عم ده انا مش عندي واحد بس، ده مش سنجل فيز، فهيبقى عندي الملفات الابتدائيه والملفات الثانويه في الموضوع سهل. دلوقتي انا عندي ثلاثه فيز، يعني عندي ثلاث ملفات ابتدائيه وعندي ثلاث ملفات ايه؟ ثانويه. يا ترى لما يبقى عندي ملف ابتدائي اهو ملفوف تحته ملف ثانوي اهو ونفس الكلام اتكرر ثلاث مرات او مرتين تانيين، هعمل ايه؟ واللي طالع من عندي بره اسلاك، مش كده؟ وما عندكش اي انديكيشن المفروض دلوقتي تخلي بالك، تقول لي ده ايه؟ وده بي وده سي، صح؟ فالمفروض لما يبقى عندي ده مثلا البرايمر الاولاني فتقول لي ده بي اي وده ايه؟ اس اي مثلا، صح؟ ده بي بي وده اس بي، بي سي واس ايه؟ اس سي. بس ما عندكش اي معلومات عن ده، تعمل ايه؟ ها؟ تعمل ايه يا عمنا؟ قال لك عندي طريقه واحده اقدر احدد بيها الملفات دي اعملها ازاي؟ دي طريقه التست بتاع الترانسفورمر اللي بره الراجل هناك. تعملها ازاي؟ قال لك هات فاصل اثنين فيز اكنهم شورت سيركت مش موجودين. هم جايين شويه مسك اسلاك كده وفاصلهم خالص. واخد واحد برايمر واخد الملف الثاني سكندري كسنجل فيز. لو حطيت اي بورد هنا وجيت وصلت الفولتميتر هنا، مش المفروض الدايره دي اتقفلت؟ حتى لو البورد بتاع حضرتك صغير اللي هو الترانسفور الفولتميتر بتاعك. قال لك هتعمل ايه؟ افصل ثلاثه افصل اثنين وخد واحد برايمر احط عليه اي بورد ساين ويف او اي سي وحط الفولتميتر هنا. اول ما تشوف الفولتميتر بيتحرك شمال ويمين يبقى ده مقابل الايه؟ لعمنا ده. يبقى السكندري ده هو فعلا بتاع الابتداء الاولاني. ما كانش حاجه هنا. تقوم جاي واخد واحد ايه؟ سكندري تاني. وتجرب تدخل جهد هنا وتشوف السكندري. المؤشر هيروح بس ده بتاع ايه؟ الفيز الاولاني. ما تحركش هات الفيز التاني او السكندري اللي فاضل. خد السكندري الفاضل لو حطيت جهد هنا والمؤشر بتاع الفولتميتر بدا يروح شمال او يمين ويتحرك يبقى ده خاص بالبرايمري الاولاني. يبقى ساعتها بايه؟ بتحدد انهي برايمري بتاع انهي سكندري او انهي سكندري بتاع انهي برايمري موجود مع حضرتك. وده اللي هو بيقول لك ايه؟ في بعض الاحيان التصنيع نفسه بيقول لك ده الفيز الاولاني الفيز التاني انا كاتب لك كده ارقام بيحدد لك عليه. طب لو ما كانش انا محتاج ان انا احدده. احدده ازاي؟ الخطوات اهي تو ديترماين السكندري كومبي برايمري انا واحد سكندري تبع البرايمري. هتعمل ايه؟ اعمل شورت سيركت على كله.
وخد واحد برايمر وواحد سكندري بظروفها كده. حط اي سي وفولتميتر على الكلام ده ومره التيار سمول كارنت في البرايمر. لما تحط سبلاي هيمر تيار فيعمل فيه فيعمل مجال مغناطيسي زي ما احنا شرحنا المره اللي فاتت، وبالتالي الفولتميتر هيبدا ايه يشتغل. الديفليكشن بتاع الفولتميتر هيشيل من البرايمر ده بتاع السكندري او السكندري ده بتاع البرايمر ده. ما كانش خد واحد تاني ريبيت التيست ده على واحد ايه تاني لغايه ما تخلص التلات ملفات الموجوده عندك. دي حاجه في التيست او في الصيانه الموجوده عندك. تبدا تعمل نفس الكلام ده على كل الخطوات. لما تفصل خلاص حصلت عرفت دول افصل ده او اعمل شورت سيركت عليه وهات التاني عشان تشوف انا واحد من الاثنين الايه اللي فاضلين موجود عندك. ده كان خطوه سهله. مشكلتي بقى في البولاريتي، افهم ايه من رسومات الترانسفورمر المكتوبه في المانيوال، انا اعرف ايه فيه واعرف حددها ازاي. ويا ترى الراجل ده لما احب اجيب جهد عليه اعمل فيه ايه؟ قال لك ايه؟ قال لك هو ليه اصلا نسيسه ان انا احدد بولاريتي؟ احنا محتاجين نحدد بولاريتي ليه يا عم؟ عشان في الاخر حضرات ركز معايا، هتلاقي الترانسفورمر بتاع حضرتك مرسوم كده. الموضوع صعب بس محتاج من حضرتك ايه؟ شويه تركيز وشوط. ده سنجل فيه صح؟ كملوا بقى كده. ده قصه ها؟ طب انت الوقت عندي بيقول لي ثلاثة سنجل فيز محتاج اوصلهم مع بعض عشان يدوني ثلاثة فيز ترانسفورمر صح؟ يبقى محتاج اوصل ده مع ده مع ده مع ده صح؟ بتوصيله معينه صح؟ بارل او سيريز عشان يدوني الثلاثة فيز اللي احنا بنتكلم عليهم. عشان كده الخطوه او السؤال اللي بساله هنا هو ليه انا عايز احدد بولاريتي؟ هو انا يا عم ينفع اصلا اوصل النقطه دي مع النقطه دي؟ الله اعلم. كده؟ ما هو مش مقاومات هي ده، ده انت بتتكلم في فيز في كهرباء في 120 فيز انجل ما بينهم في 380 فولت او 220 فولت على حسب القيمه الموجوده معاك. هل ينفع اوصل دي مع دي؟ طب اشمعنى انا ما وصلتش دي مع دي؟ مجايز. مجايز اوصل دي مع دي. قصه صح؟ يبقى انا في الاخر عايز اعمل ايه؟ هل يا ترى تمسك دي كده وتبقى دي الانبوت بتاع حضرتك؟ وتقول لي والله بص يا عم انا وصل دوت اهو وخلاص وراح دماغي بقى واخد الجهد وخلاص اهو ما انا وصلتهم. هل ده ينفع؟ هل ده ابليكابل؟ قال لك بقى قصه البولاريتي عايزين نعملها ليه؟ بص الاجابه على السؤال. عشان نعرف نوصل بارل ولا سيريز. لو حبيت اوصل بارل وسيريز اوصلهم ازاي مع بعض؟ انهي جهد يتوصل مع الثاني؟ يا ترى اللي تحت يتوصل مع اللي فوق ولا فوق يتوصل مع اللي تحت؟ ده مع ده كده ولا الدنيا هتمشي ازاي؟ هو وضح لك القصه دلوقتي. ازاي اوصلهم ستار ودلتا؟ ده ستار ودلتا دي موال صح؟ سمعت عنها قبل كده؟ حتى في ستار ودلتا في المواتير. ده احنا بنتكلم في المحاولات بقى افهم واصعب. عشان اوصل اثنين مع بعض ترانسفورمر اوصلهم عشان يدوني الثلاثه فيز. عشان اوصل سنجل فيز عشان يديني البولي فيز. ساعات بيسموه ثلاثه فيز وساعات بيسموه بولي فيز. بولي يعني ايه؟ اكتر من فيز. ثلاثه اثنين خمسه سبعه 20. المهم في ايه عندي اكتر من حاجه يديني بولي فيز. يبقى انا الغرض من حته التحديد بتاع البولاريتي دي هو عمليه التوصيل ما بين اطراف الترانسفورمر هوصلها ازاي عشان اوصل الى البولي فيز اللي حضرتك عايزه. نعمله ازاي يا عم؟ قال لك طبعا هو الكلام ده احنا اللي احنا بنعمله؟ قال لك لا، المصنعين نفسهم بتوع المحاولات دي بتديك ستاندرد. الناس عملت ستاندرد على مستوى العالم. في ستاندرد في امريكا سموه انسي، ده مش هنخش في تفاصيل بقى يعني. وفي ستاندرد تاني يسموه اي سي ده تبع الهيب. شويه حاجات كده يقول لك ايه، انت بتصنع ترانسفورمر لازم تكتب لي عليه 1 2 3 زي حته الحته اللي بتتكتب على المطور. يقول لك ايه الجهد كام والتيار كام والتوصيلات بتاعته ايه. عشان كده يقول لك في ستاندرد بقى هو حط لك الكلام على الكلام بتختلف الستاندرد دي من مكان الى مكان. عايزين نعرفها يا عم او نعرف نصنعها. عشان كده قال لك ايه، في حاجه اسمها انديان ستاندرد بيز اي اي سي انترناشونال ريكول تكنيكال كوميشن. في لجنه كده خاصه بالكهرباء والتكنيكال ستاندرد عملت لنا الكلام ده بتقع تحت اسم الاي اي سي انترناشونال الكترو تكنيكال كوميشن. دي لجنه عملت الستاندرد دي. ما تعرفنا عامل الستاندرد ده عشان نخلص ونروح. الاي اي سي اللي بنتكلم عليها زي الاي سي. اشمعنى ده بوست وده نيجاتيف؟ عايزين برضو نعرف ده بوزيتيف ولا نيجاتيف في المحاولات. فالترانسفورمر البولاريتي بتبقى انستنتينيوس بولاريتي، حاجه ايه؟ حاجه لحظيه.
او حاجه مع الوقت اللي احنا بنشتغل فيه. قال لك الاستاندرد دي بتقول ايه بقى؟ ركز بقى معايا في الكلمتين دول عشان ايه؟ هم اثنين ثلاثه سلايد وهنروح. عشان ما تبقاش زهقت. انت النهارده ما خدتش محاضره فلويد فالمفروض يعني مرتاح شويه. الهاي فولتج. الهاي فولتج قال لك هديله ايه؟ رمز اتش. اتش واحد او اتش اتنين. ركز بقى معايا. في ناس ثانيه او ستاندرد ثاني يقول لك هديله رمز ايه؟ بس ايه؟ ايه كابيتال واتش كابيتال. واضح؟ يا اما تلاقي ايه كابيتال يا اما اتش كابيتال، وهجيب لك الصورتين مع بعض. اللو فولتج هديها رمز يا اما ايه سمول يا اما اكس. يعني ايه يا عم؟ انت بتقول لي ان ديت مثلا الملفات الابتدائيه مثلا ودي الملفات الثانويه او العكس، بتقول لي دي هاي فولتج ودي لو فولتج. صح؟ هو انا هعرف مبدئيا لو ما اعرفش حتى حاجه مكتوبه لو مسكت المحول كده اقدر اقول ده لو فولتج ولا هاي فولتج؟ من الاسلاك من شكل الاسلاك هوضحها لك دلوقتي. واقول لك من بره من غير اي تفاصيل هقول لك ازاي لو مسكت المحول مسكت اسلاكه تعرف الكلام ده هاي فولتج ولا لو فولتج. خلينا مبدئيا نقول ان دي هاي فولتج وايه؟ ودي لو فولتج. قال لك بص كده هاي فولتج فيها طرفين اتش واحد واتش اتنين. صح؟ طرف واحد طرف اتنين. عمنا ده لو فولتج مش كده؟ اكس واحد اكس اتنين. في بعض الاحيان الحاجه الثانيه بقى الحاله الثانيه بيسموا دي ايه؟ ويسمي دي اسمه بعض الستاندرد كده او بعض الشركات بتعمل كده برضه واحد اتنين واحد اتنين. عشان كده اقول لك ايه؟ الهاي فولتج ما تنساش يا اما ايه يا اما اتش كابيتال. اللو فولتج يا اما اسمه او اكس ايه؟ اكس كابيتال موجوده مع حضرتك. استفدت ايه انا يا عم برضه؟ قال لك والله بص يا عم البلاند اللي احنا بنتكلم عليها اهم حاجه فيها مين؟ اتش واحد واكس واحد. يعني ايه؟ يعني مكان عمنا ده كان انا بس نشطب كده عشان ايه؟ ما نسيبش الا الرسمه دي بس. عشان تبقى واضحه مع حضرتك. ملفتك اهي هياخد فيز منهم وده الفيز الثاني او الملفات الثانيه اتش واحد اتش اتنين اكس واحد اكس اتنين. هرسم لك نفس الرسمه ركز معايا واكتب لك هنا اتش 1 اتش 2 زي دي واكتب لك هنا اكس 2 اكس 1. في فرق ولا مفيش فرق؟ انت طبعا لو انت شغال كده يلا يا عم كله زي بعضه ما اطرافه خلاص انت طبعا ممكن ما يبقاش ده مكتوب عندك صح؟ تيجي توصل ما انت هتوصل كمان بعد كده يقول لك والله ده انا ممكن اوصل اتش 1 مع اكس 2 واكس 1 دي هتتوصل مع اكس 1 بتاع مش عارف مين اللي جاي او اكس 2 اللي جاي او ست واضح؟ فالفكره بقى يا ترى اكس 1 دي هي اللي هتتوصل مع اتش 1 ولا اكس 2 هتوصل مع اللي جاي ولا اكس 2 اللي هتوصل مع عشان كده بقول ايه؟ لازم نحدد بولاريتي يعني. والبولاريتي عموما بتتحدد من مين؟ من مكان كل من اتش واحد واكس واحد. يعني روح بص لي على الترانسفورمر شوف لي مكان اتش واحد فين واتش اتنين. واكس واحد واكس ايه؟ اكس اتنين. قال لك لو لقيت اتش واحد على الشمال واكس واحد على الشمال دي بولاريتي. لو لقيت اتش واحد على الشمال واكس واحد على اليمين دي بولاريتي تانية. لما توضح لنا يا عم. قال لك عشان كده ايه؟ قال لك الاكس واحد والاتش واحد دي بياخدوا نفس البولاريتي الموجوده معايا. قال لك ممكن يبقى عندي حاجه اسمها اديتيف بولاريتي. ركز بقى في الكلمتين دول لان ممكن تتسال فيهم في انترفيو وانت مش واخد بالك في الباور سيستم. تعرف يعني ايه قطبيه تجميع او قطبيه طرح سبتراكتيف وحاجه اسمها اديتيف. ايه بقى دول يعني مش فاهم برضه. ما توضح لي يا عم عشان افهم اكتر معلش استحمل. قال لك ايه؟ قال لك القصه كلها الهاي فولتج ترمينال مع لو فولتج ترمينال هما محطوطين فين على الترانسفورمر؟ الترتيب دول الاثنين على الشمال ولا واحده عكس الثانيه؟ ركز معايا كده في الصاله اللي جايه ده. الاي سي بتقول ايه يا عمنا؟ لو الاكس واحد
مع الاتش واحد على نفس الخط بيسموها ايه؟ ها؟ سبتراكتيف. سبتراكتيف؟ وهقول لك سبتراكتيف ليه الوقت؟ اصبر عليا بس بالله عليك خمس دقايق. استحملني. دي سبتراكتيف. طرح. طرح مين يا عم؟ طرح جهود. لو الاتش واحد عكس اكس واحد على القطر. اديتيف. ايه بقى قصه اديتيف وسبتراكتيف؟ تعالى. عامل اتش واحد اهو مع اكس واحد. كده تحتهم ايه؟ سبتراكتيف. اتش واحد تحتها اكس اثنين، اكس واحد عكسيه صح؟ الناحيه الثانيه بعيد عن مين؟ كده تحتهم ايه؟ اديتيف. بص الرسمه الثانيه دي هي نفس الرسمه بس اكتبت لك بالايه؟ بالنهايات. عشان بس لو شفت دي او شفت دي يبقى الاثنين معاك، ما تقولش انما ايه؟ ما شفتهمش. الايه اللي فوق ملاحظ ايه؟ ها؟ الـ A واحد اللي كانت تقابل H واحد مع A واحد برضه اللي هي الـ X واحد الكابيتال على نفس الخط مش كده؟ عشان كده ايه؟ سبتراكت. A واحد مع A اتنين ده X اتنين صح؟ تحتيها اهي؟ يبقى دي عبارة عن أدد. ابتديت لك هو بص كده موجب وسالب موجب وسالب موجب وسالب سالب وايه؟ موجب. الأقطاب اتعكست هنا مش كده؟ بس لما نيجي ناخد الكور هنجمعه لك ونظبطه لك دلوقتي بالطبيطه الموضوع معاه. هنجيب لك بالطبيطه ونقيس ونشوف ايه قصه الجمع والطرح اللي بنتكلم عليها دي، هو عملها جمع ليه وعملها طرح ليه؟ في نقطه ثانيه هنتكلم عليها، هو ممكن حدد القصه دي او الجراف دي من طريقه لف اللفاه على الكويل او على الكور؟ اه. تعالى مثلا لما نخش في قصه اللفات دي، تعالى نشوف كده الحته اللي عايزك تبص عليها واخد بالك انت مش هتشوف دي صح؟ انت ممكن تشوف دي مش ده المحول اللي انت هتشوفه بره؟ انا عايزك على الاقل يا عم يا اللي خدت الثلاثه ترانسفورمر وما خدتش تفاصيل كتير عشان الوقت تعرف ايه اتش واحد واتش اتنين دي؟ لما تشوفها مكتوبه على الترانسفورمر من بره تعرف تقراها ايه اتش واحد واتش اتنين؟ دي هاي فولتج وايد دي ملفات مين؟ عاملينها هاي فولتج صح؟ ده بتاع الستيب اب اللي مرفوعه اكس واحد واكس اتنين ها؟ دي اول حاجه يبقى انت اول ما تشوف اتشات تقول اتشات دي هاي فولتج صح؟ تشوف اكسات دي لو فولتج ده اول حاجه قبل ما تتكلم في تفاصيل ترانسفورمر وتعرف اي حاجه اصلا عن الكهرباء صح؟ يبقى انا مش محتاج من حضرتك اكتر من انت لو وقفت قدام ترانسفورمر بشكل او باخر تعرف كلمه اتش دي معنى ايه؟ او الحرف اتش ده معنى ايه؟ هاي فولتج وايندنج اكس واحد واكس اتنين ده لو فولتج وايندنج نخش في المرحلة الثانية مرحلة تحديد بولاريتي. الـ H1 تحت الـ X1 يا عمنا H1 تحت X1 ده مين؟ سبتراكتيف. لأن أنت مش هتشوف الرسمة دي زي ما قلت لك، ممكن ما تشوفهاش صح؟ لما تجيب المانيوال بتاع عمنا ده. هنا ليه H1 H2 فوق زي ما هما بس تحتهم مين؟ X2 X1. أقول لك الراجل ده بيعمل عمليه جمع. بيعمل جمع إزاي يا عم؟ هوضح لك دلوقتي. واضح؟ يبقى تساوي H1 مع X1 سبتراكتيف ما تنساش لو سمحت H1 مع X2 اديتيف لما توضح لنا موضوع الاديتيف والكلام ده مش هنوضح لنا الكلام ده اللي عملنا مين؟ منطميطه صح؟ نحط جهد بقى ونقيس عشان نشوف القصه دي ماشيه ازاي نشوف ايه قصه الطرح والجمع دي قال لك عشان تي ايدنتيفاي ال H1 ليد وال X1 الحته اللي قلت لك عليها هو انا اعرف من شكل الترانسفورمر كده من شكل اللفات تخنها او سمكها اعرف احدد اذا كانت هاي فولتج ولا لو فولتج؟ اعرف؟ قال لك اه بص كده الهاي فولتج بتبقى ارفع ولا ادخل؟ ها؟ الهاي فولتج بتبقى ايه؟ سينر واير وسكر ايه؟ انسوليشن صح؟ يعني ايه يا عم؟ مش احنا قلنا الوقت الهاي فولتج محتاجه عزل تخين عزل تخين صح؟ ليه؟ عشان تعمل فيض وتعمل طياره والقصه هتبقى كبيره ممكن تحرق وتعمل سخونه فممكن تولع في الاسلاك اللي جنبها فمحتاج ايه؟ اعزلها بطبقه تخينه شويه فعشان يقول لك ايه؟ ثيكر انسوليشن موجود مع حضرتك. ما هو الفولت عالي. الفولت عالي فانا بعملها مساحه اكبر فلفات كتير موجوده معايا انا بتكلم على ايه؟ على ار. صح؟ محتاج تبقى ايه؟ كتر الكبر
لا انا بتكلم على تاني تاني يا اخويا. يعني ازاي ماشي فورت عالي او فورت عالي في الكاميرا في الكاميرا ما هو خلي بالك انا بتكلم على على حسب المرحله في الانبوت ولا في الاوت الموجود عندي. انا بتكلم على هاي فولتج موجود معانا صح؟ قال لك هو مصطلح ان الموجود عندك يبقى الثنر اعتقد دي محتاجه مني مراجعه. احنا بنقول ار بتساوي رو ال على ايه؟ على ايه؟ كل ما المساحه دي صفرت كل ما القومه دي كبرت مش كده؟ طيب خليني معلش اتاكد من الحته دي وارجع لك تاني. لا في حاجه انا ممكن اكون وانا بكتب في الكتابه ممكن اكون عجزت فخلينا اتاكد منها. لكن هو عموما من كتر الاسلاك انت تقدر تحدد الهاي فولتج. خلينا نرجع لها تاني وهتكلم معاك فيها في المحاضره الجايه مفيش مشكله. طيب هتلاقيني برضو عملت العكس هنا. لكن في الانسوليشن ما عندناش مشكله فيه. الانسوليشن الحته بتاعت الانسوليشن صح لكن ممكن يبقى فيه انا عكست بس في الكلام وانا بكتب بس مش عارف. طيب خلينا هنا في السنر الواير الانسوليشن نفسه في الهاي فولتج بيبقى اكبر او ادخن. في حاله الانسوليشن هنا بيبقى ايه مرسم ده مبدئيا. خلاص انا حددت الاتش وحددت الاكسات عايزين بقى نحط الحته بتاع الاي سي بوتون. قال لك ايه؟ قال لك لو عايزين نقيس بقى حته الجمع والطرح من غير ما اعرف او افرض ان انا مش مكتوب. قال لك ايه؟ قال لك امسك دهم ووصلهم كده صح؟ وهات فولتميتر وحطه هنا كده اللي هو بيعملوا ايه؟ بيك 1 تيرمينال اتش خد واحد منهم اتش 1 والثاني هيبقى ايه؟ اتش 2 خد اتش 1 ووصله مع ايه؟ الحاله القريبه منه حط جامبر اكنك بتجيب حته سلكه وتوصلها يعني شورت سلك كده ابلاي فولتج على الجهد الموجود مع حضرتك هنا الموجود معاك وتبقى طبعا حريص ان هو يبقى لو فولتج عشان ايه ما يعملش كهرباء او يعمل شورت سيركت او غيره وبالتالي حط فولتميتر من اتش 1 للاي سي الثاني فولتميتر الموجود معانا بص لاحظ بقى لو لاحظت هنا ان قيمه الجهد الموجود معانا اللي انت مطبقه ما بين النقطتين دول وكده كده هنا في جهد موجود عندي صح؟ هينشا هنا يبقى في جهد وليكن 120 وجهد هنا 12 مثلا لو احنا بنعمل الستيب دوت بالطبيعي صح؟ قال لك لو انت لاحظت ان الفولتميتر بتاع حضرتك بيديك 132 وممكن يديك 108 يعني الفولتميتر يديك 108 فولت يا اما يديك 132 ايه؟ فولت. ركز بقى معايا. قال لك لو الترانسفورمر هنا صف تراكي يبقى الفولتميتر بتاع حضرتك هيديك الديفرنس ما بينهم ما بين الجهدين اللي هو ال 120 والايه؟ وال 12 لو هو اديت فهديك الايه؟ ال 132 و30 وريني يا عم بشكل او بفهم مش ده ال 120 انت بتصعب الجهد انت بتطبقه على الرايت انت عارف ان ده ستيب داون فطلعت مثلا وليكن 24 فولت موجود معاك تمام؟ فطلع فولت الجهد الكامل 96 فولت هو 24 و120 دي هحسبها منين؟ مش انت عارف عدد الاسلاك؟ لان واحد من انت عارفها مش كده؟ فتقدر تحول ال 120 تطبقها الى الجهد بتاعك، طبقت 200 تقدر تجيب الجهد السنوي الثاني، طبقت 10 تقدر تجيب الجهد السنوي اللي بعده. طيب قال لك لو الفولتميتر يبقى انا وصلت اتش 1 مع اتش 1 انا هختار واحده منهم وام جاي مصر انا ما اعرفش هي اتش ولا اكس عشان بس ما حدش يقول لي هو انت بتعمل عكس ايه؟ همسك واحده من دي وام جاي جامبر او جاي حته سكه موصلهم مع بعض احط الفولتميتر الناحيه الثانيه اطبق رايتر فولتج هنا احسب ده عند الكنتين دول لو عرفتهم 120 و24 لو لقيت الفرق ما بينهم حاصل الطرح لو سبتراكتد هصبح دلوقتي اكس 1 مع اتش 1 يبقى ساعتها حددت اتش 1 وايه؟ واكس 1 اللي هو الموجب والسالب اللي احنا بنتكلم عليه. لو حصل ان الفولتميتر قرر لك حصل الجمع ما 120 زائد ال 24 فولت اللي بيكون معاك اصبح ايه؟ ابديت وبالتالي انت عرفت الاتشات فين والاكسات فين الموجود عندك حتى لو مش مكتوبه برضه. صوره ثانيه توضح لك القصه دي. صعبه؟ صوره اوضح اهي. الملفات بتاع حضرتك 120 فولت هنا طلعت 12 فولت حطيت انت الجمبر بتاع حضرتك طلع الجهد كام؟ 180 يبقى ده ايه؟ سبتراكت يبقى عرفت ان لو مش مكتوب الاتشات
انت عارف ان اتش 1 اتوصلت مع اكس 1 كجامبر يبقى تحت بعض الاتش 2 والاكس 2 هما اللي ما بين الفولتميتر والجرام العكس الناحيه الثانيه اللي هي 32 فولت الموجود مع حضرتك. اخيرا لو حبينا بقى نبص على شكل اللفات يعني ايه يا عم؟ يعني ممكن واحد يمسك الملفات بتاع حضرتك اللي فاكر صح؟ في اتجاه عقارب الساعة او يمسكها اللي فاكر شغالي. طب انا عايز حد دي سكندري ولا دي برايمري ولا الدنيا ماشيه ازاي بالظبط؟ قال لك يمكن تحديد الكلام ده من خلال ايه؟ الدايركشن بتاع الوايندينج او لف اللفات نفسه سواء كان كلوك وايز ولا انتي كلوك وايز. قال لك ان البرايمري والسكندري لو في اوبوزيت دايركشن لو عايز حد هو بقى سبتراكتيف ولا ايه؟ اديت من غير ما اعمل الحته بتاع الفولتميتر دي. هبص على شكل اللفات ملفوفه ازاي؟ وهوريك كام صوره. لو في اوبوزيت دايركشن يبقى ايه؟ الموضوع اديت. لو في نفس الدايركشن يبقى ايه؟ سبتراكتيف. طب ازاي يا عم؟ بص كده على الشكلين دول. عاملين ده سنجل فيز اهو هنتكلم عليه على حاجه اتش 1 اتش 2 اكس 1 اكس 2. ده ماسك ازاي؟ بدا يلف في اتجاه صح؟ قام ماسك اللفات الثانيه عكس الاتجاه. الموضوع هو ايه؟ بدا يلف في واحده كاونتر كلوك وايز واحده ايه؟ كلوك وايز. عشان كده الموضوع ايه؟ طالما عكس بعض يبقى الموضوع ايه؟ قدمت. اكنه عمل يبص كده شاف السلام مسؤول من فوق واحده اتجاه عقارب الساعه والثانيه عكس اتجاه عقارب الساعه كان ايه؟ مشيت اثنين فيد مع بعض فجمعتهم مع بعض وبالتالي الجهد كان هنا لاحظ كده مسك ده كده ولفه زي اللي جات هناك بس بدل ما يعكس من هنا وجاب الطرفين مع المقصين كده شوف الطرفين فين؟ الطرفين عمرك ما معلش الصوره مش واضحه شويه عشان اضاف لكن ايه؟ مسك وعمل نفس اللفات اللي موجوده مع حضرتك عشان يطلع منهم ايه؟ الاستاذ اصطفى الاثنين في نفس الاتجاه الكونتر بلوك وايز موجود معانا اصبح الجهد عليهم سبتراكت. القصه دي موجوده في الصناعه في التصنيع اللي الجماعه اللي بيصنعوا الكلام ده قال لك اه. عشان كده قال لك ايه؟ ده الموضوع وجع دماغ صح؟ ده في بقى تقول لي سبتراكتيف واديتيف والقصه كبيره. انا هقعد بقى كل محول اروح ابص عليه في محطات التوليد او في محطات التوزيع اروح ابص على الكلام ده. الكلام ده تكنيكال صحيح بس قال لك لا. الجماعه لما قعدوا مع بعض بتوع الاي اي سي والجماعه بتوع امريكا قال لك ايه؟ عملوا ستاندرد سموه تحت رقم اي 3 اي مش عارف رقم الفول اهو سنه 93. قال لك ايه؟ قال لك المحولات اللي اقل من 200 كيلو فولت امبير المحولات اللي اقل من 200 كيلو فولت امبير انا هصنعها كلها اديتيف. اريح دماغي بقى. واللي اعلى من كده هصنعه ايه؟ سبتراكت. اي حاجه اقل او من 200 كيلو فولت امبير وانت نازل هشغلها قد غير كده هشغله ايه؟ سبتراكت. طب بص كده يبقى دي البوشنج اللي احنا بنتكلم عليها صح؟ البوشنج اللي احنا قلنا عليها. قال لك الكلام ده بتاع اديتيف قال لك ستاندرد كده حاجات ستاندرد برضه هم عملوها بقى وحسبوها قال لك ايه؟ هيبقى الجهد بتاعها للزان 8660 ايه؟ فولت موجود معاها. طبعا لها حسابات وقصه كبيره مش وقت ان احنا ندخل فيها لكن ايه؟ هم ستاندرد او اصطلحوا ان احنا اقل من 200 كيلو فولت امبير ترانسفورمر هعمله اديتيف وايه؟ وما دون ذلك هعمله سبتراكتيف موجود مع حضرتك. هو مفيش اديتيف اكبر من كده. قال لك فيه بس ايه؟ بتبقى حالات خاصه لبعض الشركات الموجوده مع حضرتك لكن ان جنرال هتلاقي كل ما هو دون ال 200 كيلو فولت يعني جمع الفولت بتاعه تقدر تخلي اتش 1 واتش 2 الاتش 1 عكس الاكس 1 الموجوده مع حضرتك على الترانسفورمر الموجود معاك. طيب في حته اخيره قبل ما تيجي اكس 1 اكس 2 اكس 3 ممكن توصل لاكس 4. ايه بقى القصه دي؟ يعني مش اكس 1 بس واكس 2 يعني؟ قال لك لا ده انا ممكن اوصل لاكس 4. طب 2 و3 ده فين؟ ده ملفات جوه صح؟ سمعت عن حاجه قبل كده؟ بص كده الملف ده شفت المنظر ده قبل كده؟ ها
شفت لما يحط حته سلك كده ما بين الترانسفورمر بتاع حضرتك ده كان مسموه ايه؟ سنتر تاب ترانسفورمر صح؟ يعني سنتر تاب ياخد نصه ياخد نص اللي فات بس او ياخد الجهد على حته مني. اذا انا عندي الوقت ممكن ده اهو اقوم جاي حاطط لك حته كده صح؟ ما عادش عندي اكس 61 بس ده لازم احط له اكس كام؟ اكس 3 مش كده؟ يبقى لازم احط له ايه؟ من اكس 1 يبقى بياخد اول رقمين الاولاني والاخير دول الاطراف الاساسيه اللي موجوده عندي واللي في النص دي الاطراف المساعده او الاطراف الايه الداخليه اللي باخدها موجوده معانا. عشان كده بس ما اقولها لك ايه؟ ممكن تلاحظها ما عادش اكس 61 بس ممكن يبقى حاجه في النص. وبالتالي هو عمل ايه؟ سنتر تاب او خد نص المركز بتاع حضرتك بتاع الترانسفورمر الموجود عندنا. بكده المحاضره برغم ان هي فيها نظري لان هي كبدايه للسنجل فيز للثلاثه فيز ترانسفورمر اللي منها ان شاء الله هننطلق ازاي قصه بقى الفيزو دايجرام بتاع الثلاثه فيز ازاي هنحدد الجهد بتاع الفيز الاولاني الفيز الثاني الفيز الثالث ان شاء الله ده هيبقى موضوع المحاضره اللي جايه.